Kalau tak ada kumpa kumpa itu kerjum balas kumpa kumpa
يقول وجاء ابن سلمان يدرج ليسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا يضرني أني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون آيات الله كل المسلمون النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الأرجون القديم الشمس ينبغي لها هل للقمر ولا للسابق النهار وكل في فلك يسبحون آيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور فخلقنا لهم في مثل
ilaha illallah la ilaha